العتاد بإحدى المناطق. لكن أيضا بنفس الوقت دكتور علاء، هناك من تحدث بأن استخدام الأسلحة أيضا الصواريخ بعيدة المدى من قبل روسيا يعبر عن فشل تقدم قوات المشاة الروسية في الحرب. لا بالعكس، يعني شوف هذا المبدأ خطأ. يعني أنت بالنسبة لك اليوم أستاذ محمد، الميدان من يسند الميدان؟ الأسلحة الأخرى، الأسلحة الساندة الأخرى. يعني اليوم في داخل روسيا، في داخل الدونباس، هناك قوات روسية تقاتل على الأرض، تحتاج إلى أن تكون هناك فعاليات أخرى حتى يقلل الضغط عليها في جبهة الدونباس. فشنو اللي يقلل هذا الضغط؟ هو استخدام الأسلحة بعيدة المدى التي تستهدف كل يعني الدعم اللوجستي والدعم الجوي والدعم الأرضي لكل القوات الأوكرانية التي ممكن أن تضغط على القوات الروسية في الدونباس. فإذا المعركة ليست فقط هي يعني حسابات آنية، لا، هي حسابات بعيدة المدى، تحتاج إلى أن تكون هنالك رؤية لكل أرض المعركة. يعني هو اليوم القوات الروسية ضمن في دونباس، وانت تعرف سيفرودونسك إذا تم يعني اسقاطها من قبل القوات الروسية، فأعتقد ان حسم المنطقة الشرقية وحسم اقليم دونباس اصبح في حكم المنتهي. فاذا هم عليهم انه اليوم العالم نجي نحلل، علينا ان نحلل كل اتجاهات المعركة وليس اتجاها واحد ولا جبهة واحدة. يعني هنالك ايضا عندنا تقدم في خيرتون بالنسبة للقوات الاوكرانية، اللي يعني انه هنالك يعني احرزوا تقدم في هذه المنطقة، ولكن هل يعني انهم تم حسم المعركة كاملة في المنطقة؟ اذا هنالك حسابات اخرى استاذ محمد. احنا علينا انه اليوم ما هي الاسلحة الروسية المستخدمة التقليدية، انا اقول التقليدية ولا اقول الاستراتيجية التي هي قد تدخل في مفهوم الحرب الحديثة الجديدة، لا، احنا سندخل الان في مفهوم الحرب التقليدية التي توضح وتعطي المسار الحقيقي لسير العمليات على الأرض من خلال أسلحة قد تكون معتادة ومستخدمة في السابق ومستخدمة ضمن هذا الإطار أو ضمن هذه المعركة. طيب، فعلينا أن نجمل المعركة ضمن حقائق حقيقية. يعني إحنا ما نجي ننطيل المشاهد حقائق قد تكون بعيدة، لأن المشاهد هو ما يهتم بشؤون المعركة وما تتحتم عليه المعركة من شؤون إدارية، من مباغتة، من عمليات. يعني ما العلاقة هو ما هي الأهداف التي يستند عليها الجيش الروسي أو الجيش الأوكراني؟ هو يريد يعرف آخر التطورات. إحنا من نجي ننطي التطورات ننطيها بحقائق العلم العسكري وليس بحقائق الإعلام. طيب، بحقائق العلم العسكري أيضا دكتور علاء، هناك إعلام من جانب الأوكراني باستهداف منشآت نفطية لروسيا في هذه المرة في القرم، وأيضا سبق وأشار الرئيس زيلينسكي بأنهم لن يتخلوا عن الجنوب. نظرا الاستراتيجية للقوات الأوكرانية، إلى ماذا تشير هنا؟ الحقيقة أنت تعرف يعني القرم هي يعني حتى عودتها إلى روسيا يعني ضمن الاتفاقات وضمن المعاهدات مع أوكرانيا هي عادت حديثا. فأعتقد أنه يعني بعض المناطق هي معروفة للقوات الأوكرانية ومعروفة للقيادة الأوكرانية، فالاستهدافات لبعض مناطق النفط في القرم أيضا ما راح تأخر ولا راح تقدم ولا راح تحسم المعركة، باعتبار أن اليوم الأوكرانيين هم بكل هذا الدعم الموجود أكان من قبل العالم الغربي ومن قبل الولايات المتحدة والتي قدمت لها الكثير من الدعم العسكري اللي قد يكون يعني يضاهي أيضا القوات الروسية بناحية الدعم اللوجستي. يعني مع هذا وإحنا نشوف أنه يستهدف هدف هنا وهدف هناك لعملية التأخير وعملية تقليل الضغط. هذا مهم جدا، يعني باعتبار أنه اليوم الأوكرانيين يبحثون عن أهداف نوعية. هاي الأهداف النوعية قد تختلف في ميزان المعركة أو في موازين المعركة الأخرى، ولكن باعتقادي جزيرة القرم بعيدة عن ساحة العمليات التي تستهدفها القوات الروسية وبعيدة عن أيضا الهدف الرئيسي لحسم المعركة.